72 عام من الفن والثقافة والإبداع والسينما احتفى بيهم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، واللي بيعتبر واحد من أعرق المهرجانات السينمائية المصرية اللي انطلقت فعالياته من أيام. في الحقيقة المتابع لحالة السينما في مصر والعالم العربي هيعرف يعني كويس جدا ما هو المركز الكاثوليكي للسينما، وإزاي بيكرم كل سنة أهم الأفلام والأعمال، وإزاي بيبقى ليه نظرة مختلفة عن باقي يعني المنظمات السينمائية إن صح التعبير أو المهرجانات السينمائية اللي بتكرم ربما بناء على مقاييس ليها علاقة بأخلاقيات الأسرة المصرية، و يعني المفروض يعني الفيلم يعني ما ينبغي أن يكون عليه الفيلم المصري حقيقي. خلينا نتكلم أكتر عن فعاليات الدورة الأخيرة بصحبتنا الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان مدير المركز الكاثوليكي المصري للسينما. صباح الخير يا فندم، واهلا بك، منور في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذ مصطفى المحترم، وصباح الخير استاذه جمانه محترمه. ربنا يجعل دايما ايامنا عظيمه زي ما سمعنا في الاغنيه، ومصر عظيمه باهلها بناسها. يعني اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. خلينا نتكلم عن النسخه الاخيره، عدد الافلام المشاركه، يعني الفعاليات اللي صاحبت افتتاح المهرجان في هذه النسخه. حضرتك ما قلت في الأول، إحنا 72 سنة أقدم مهرجان في الشرق الأوسط ومصر، وقدمنا الافتتاح المهرجان من أجل أرواح شهداء غزة، شهداء الأرض المقدسة، لبنان، اليمن، كل الأماكن قدمناها مخصوص. وكان في أغنية غنتها الفنانة الشابة ياسمين علي وزاره المدينه، وعملناها مخصوص. يعني قدمنا اليوم دوت، حتى كلمات حضرتك اللي قلناها كلنا كمسؤولين، رئيس الرهبنه وسفير الفاتيكان وانا، ذكرنا فيها بالفعل وطلب اللي بيحصل في غزه وكده، وطالبنا العالم كله انه يكون هو يتحمل المسؤوليه. هذه مسؤوليه الاباده اللي بتحصل، مسؤوليه العالم كله. يعني حضراتكم كمان اهديتم الدوره للشهداء بفلسطين، وكمان رفعتم شعار السلام فضيلة. لو حضرتك تكلمنا يا فندم عن هذا الإهداء وهذا الشعار. احنا قدمناه مخصوص لانه كان ده شعار الدوره السنه دي، لان طبعا حركه تقومي مهرجان، وفي في المنطقه الشرق الاوسط او في العالم في احداث كده وناس عربيه بتروح، كان لازم يكون هذا الشعار لان كلنا نقدمه تضامنا معاهم. واجمل حاجه لو المهرجانات كلها في العالم لما بتيجي تقدم هذا من اجل كاهداء للشهداء بتفرق قوي، لان بتصحي العالم كله، حتى اللي ما كانش بيهتم لا يبتدي يهتم. طب ليه؟ طب ما احنا لازم كمان نتكاتف مع بعض، ايه اللي نقدر نعمله مع الناس دايما ونقف معاهم، الناس اللي بالفعل المظلومين المهجرين وغيره. وحتى الاهداءات والكلمات اللي اخذوا جوائز كان رياده سينمائيه او بتاع فني او اي جائزه، كتير منهم صراحه ذكر هذا، لانه بالنسبه لنا كلنا بنهتم بهذا الموضوع. شعب اخ لينا بيحصل له هذا الحدث اللي بيحصل له، كلنا حزان على ما بيحدث. فمهرجان المركز الكاثوليكي دايما بتهتم بمعايير مختلفة، ربما يعني بنشوفها في مهرجانات تانية أو فعاليات تانية بتهتم بمعايير تجارية. أنتوا بتهتموا بدور الفن، الدور الأسري المصري، القوى الناعمة، تأثير الفن على المجتمع. كلمني عن تقييمك لهذا الأمر في ضوء كلمتك اللي ألقيتها يا فندم. بالظبط، حضرتك شايف ان مهرجان السينما ينتمي الى جهه دينيه، الرهبنه الفرنسيسكانيه بمصر، وطبعا احنا لازم يكون لنا معايير مختلف عن اي مهرجان. حتى لو اعترض بعض النقاد قال ما فيش حاجه اسمها سينما نظيفه او لازم حريه الابداع وكده، احنا بنقول له احنا كجهه دينيه بنشجع الافلام تجاريا من 1 يناير ل 31 ديسمبر حسب المعايير اخلاقيه انسانيه فنيه، بمعنى ان لو لقينا فيلم خد حقيقة كل الفيلم مبني على كده بنرفضه تماما مهما كان فنيا عالي جدا، او انه بيدخل في السياسه ويهين شخص بعينه، او اي تطرق لدين او اي كلمه او اهانه في دين او غيره. دايما احنا بيهم جدا ان الفيلم يقدر تشوفه حتى الاسره نفسها حضرتك، عشان كده كمان اهتمامنا حتى في الدراما. لو تلاحظ حضرتك في الجوائز اللي اديناها في الافتتاح كل عام، وعملنا حتى ندوات للدراما، ادينا عن تحت الوصايا للفنان منى زكي والفنان محمد دياب، وادينا رساله الامام للفنان خالد النبوي. فندم الحقيقه يمكن حضرتك تحدثت عن يمكن معايير المهرجان نفسه، لكن بالنسبه للمكرمين في هذه الدوره، الدوره 72، لو حضرتك تكلمنا عنهم يا فندم ومعايير اختياركم للشخصيات المكرمه.
حاضر. احنا دايما في حضرتك زي ما سالتي ان الاختيارات لينا في المركز الكاثوليكي بنختار طبعا كل اللي بنختارهم اللي يستحقوا مقيمة وقامه فنيه، ودايما نحاول نحط في الاعتبار اشخاص منسيين، يعني ما يستاهلوا التكريم بس منسيين، يعني من هتلاحظ من الثلاث اسماء على الاقل وغيرهم تقريبا منسيين في التكريمات، زي الفنان ناجي سعد، الفنان جميل بسوم. دي لفته نبيله جدا يا ابونا. طبعا نعم، دي لفته نبيله الحقيقه. ده احنا صدقني ده احنا على المسرح كتير بكوا، يعني منهم الفنان راحل محمود الجندي، الفنان محمود ابو حسن، الفنان سوربر، بكوا على المسرح قالوا احنا اول مره حد يكرمنا، واحنا فرحانين يكرمنا في حياتنا مش بعد ما ماتنا طبعا يكرمونا. فبتفرق معاهم حضرتك لما يعني اللفته دي البسيطه، يعني دي اصل اللفته كمان مش باسم المركز بس، دي باسم الجمهور اللي الجمهور بيتمتع باعمالهم، بنقول له احنا مع الجمهور بنديك هذه الجائزة، احنا فاكرينك بنشكرك وعرفان بالجميل ان احنا بندي حضرتك هذا الاهداء البسيط ان عشان نشجع حضرتك وشكرا على اللي انت اديته لنا مدى تاريخك. وبنعمل دايما تكريمات منوعة، حتى بنشوف اشخاص ممكن يكون مرضى او غيرهم. كان عندنا الريادة السينمائية للفنانة ماجدة زكي والفنان احمد فؤاد سليم، الفنان سامح السويتي والفنانة هالة صدقي، كان عندنا ابداع فني الموسيقار العالمي نادر عباسي والكاتب العظيم عبد الرحيم كمال والفنان عماد رشاد والمدير التصوير احمد المرسي، كل واحد ليه دور جميل. وفي جائزه الاعلام كانت للدكتور عمرو الليثي، وفي جائزه كانت للمخرج الكبير شريف عرفه، والفنان ناجي ليه جائزه، والفنان جميل برسوق كان ليه جائزه. كل شخص منهم بالفعل يستحق التكريم طبعاً، ويستحق الإشادة بكل أعمال اللي أعطوهم. وفي دايما حضرتك ده يعني المركز عنده هذه اللفتة جائزة تشجيعية، السنة دي للفنان الشاب طه دسوقي، حالة خاصة طبعا. تمام، لفت نظري إن حضرتك قلت رسالة الإمام اللي بيتكلم عن الإمام الشافعي، مسلسل يكرم في فعاليات المركز الكاثوليكي للسينما، تعليقك؟ الرسالة هامة جدا وجميلة جدا حضرتك، ودور اللي أداه بالفعل الإمام الشافعي. احنا دايما في اختياراتنا ما بنبصش على اللي الموضوع بيناشد أو بيواجه أو بيتكلم عن دين إسلامي أي دين، احنا شايفين الرسالة جميلة جدا ويستحق التكريم. وده كمان حصل معانا قبل كده، عملنا احنا ندوه كامله عن الخواجه عبد القادر. فدي دايما المركز بيهتم بهذه الاشياء اللي بيبقى فيها عداله موضوعيه كبيره جدا، بنشوف الحاجه تستحق دايما بنديها تكريم صراحه وبنشجعها، لان يعني احنا عايزين اعمال زي كده، وخصوصا لما تكون اعمال زي كده بتهمنا كلنا، وهتكون في رمضان ان شاء الله زي ما تعودنا كل سنه، ان دايما نشجع هذه الاعمال، لان الشعب والناس والمشاهدين عاوزين اعمال دايما جميله، مش بس اعمال كوميديه واعمال دراميه، لا كمان في اعمال دينيه انسانيه بتوصل رساله للمجتمع، بتفكرهم بناس يمكن هم ناسيين، يمكن ما يعرفوش عنهم حاجه. في تعاليم جميله ورا هذا المسلسل الناس تقدر تستفاد منها في الشهر الكريم وعلى مدار السنه. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الاب بطرس دانيال رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، شكرا جزيلا لحضرتك.